عزيز ابراهيم. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. كنت في معرض جيتارات في مدينة ليدز في شمال انجلترا. المعرض ده كان كبير وكانوا جايبين فيه ناس كتيرة بتعمل عرض حي، يعني بيعزفوا لايف بيرفورمانس، يعني بيعملوا زي ما تقول حفلة صغيرة. كان فيهم كذا فقرة، فيهم فرق من امريكا جاية، فيهم فرق من انجلترا، وفي شخص كان قريت الاسم على البروجرام اسمه عزيز ابراهيم. جيتارست اتولد في مانشستر في انجلترا لأب وأم باكستانيين، هو اسمه عزيز الرحمن إبراهيم. افتكرت الاسم عزيز إبراهيم ان كنت قريت الاسم دوت في مجلة جيتار ماجازين من حوالي 10-15 سنة مثلا. شخص لطيف جدا، انسان محترم جدا، وكمان في دماغه افكار جديدة عن تعليم الجيتار للناس اللي بتوصل لها رسالة في اماكن بعيدة ما تقدرش تاخد تعليم جيتار متميز مثلا. هو نفسه عزيز إبراهيم نشأ في بين أسرة كانت مش مؤمنة بموضوع الموسيقى قوي، يعني كانت مؤمنة ان يتبقى دكتور يا مهندس بس، هما دول الناس اللي بتبقى في الحياة ناجحة يعني. ولكن هو قرر يبقى موسيقي، وفعلا عزيز ابراهيم كموسيقي من افضل عازفي الجيتار في العالم، وعزف مع فرق مشهورة في التسعينات وفي الالفية، في اوائل الالفية التانية، في اوائل الالفية التالتة، منهم ستون روزز ومنهم سيمبلي ريد. حتى الاسامي بتاعت الفرق اللي عزف معاها تكفي اي جيتارست يحطها على السي في بتاعته ويبقى كده عمل يعني اسم خرافي، من الممكن يعزف في اي مكان او يعمل اي موسيقى او يقدم اي شيء او يدرس في اي حته. عزيز ابراهيم شخصيه فذه، بنى نفسه بنفسه، واستعمل جيتارات انت دلوقتي ما بتحبش تسمع اسمها حتى كمان، هو استعملها وما كانش عنده بيدلز وما كانش عنده الكلام ده، كان بيعمل توصل حتى ان هو يعمل التأثيرات الصوتية بايده، يعني عايز يعمل تأثير صدى بيعمل 10 ضربات كل واحدة اقل من التانية شوية، فتعمل لك اللي يسمعها يحس ان هو بيسمع بدال صدى مع الجيتار اللي بيعزف. عزيز ابراهيم جيتارست فذ فعلا، وفي نفس الوقت كمان راجل عنده افكار موسيقية جديدة، افكار موسيقية جديدة، ومؤمن بان هو جواه حاجة خاصة بالثقافة اللي هو كان جاي منها، اللي هي الثقافة الشرقية من باكستان والهند والدول الشرق اسيوية. فعنده جواه، بيقول انا جوايا حاجة عايز اطلعها، جوايا حاجة خاصة بثقافتي انا عايز اطلعها. وكان العرض فعلا جميل، وتشرفت بان انا عملت معاه حوار وقلت له عليكم، وهو هيتكلم معاكم دلوقتي وهيقول لكم نصيحة هو قالها لي وقال لي اوصلها لكم وهتشوفوها منه بنفسك.
Thank you.
Thank you so much for listening. Fantastic guitarist. We've seen him performing now and there. Aziz, say hello to the internet in the Middle East. Assalam. Aziz, just a question about your performance, the stunning piece that you played last one of them. How much percent of it was set, and how much percent of creative on the spot when you were when you're performing? The rhythms are set, as in, but I create the rhythms there and then. It's not pre-recorded. So basically on the there you can change something, decided to make a rhythm. I have a looper, I use. Yeah. But you can change your mind on the time that you do something. Time. Yeah. Ah. Whatever I'm thinking of, then I can use the tools I have on the floor, like a looper is a great tool. And echoes and reverbs, they're great tools because I like ambience and I like to play with ambience. The ambience was good background for you. I thought that you're going to use a looper now, but you use the ambience as a sort of something behind you. I'll tell you a little secret. Yeah. what I do is actually, it's about routing. So that when you switch an effect on and it's off. Two states. Yeah. But it's controlling you. Because when it's on, it can overpower, it can be whatever. But if you use reverb, for instance, like in this recording studio, where when you mix in a studio, you have one channel would have the instrument, and it's always pure, so you never lose the instrument sound with the fader. Then you have two channels, which are the returns of the effects, like the reverb. The outputs of the reverb come on two separate channels, so you're mixing three channels together. So with you the never same, lose with the same signal, but you can turn up and down the reverb. And the mastering of great albums, you know, David Bowie's, you know, or Spiders from Mars, use or whatever the same you're into. Sort of in the old days, that's how people, they used to ride, they call it riding the faders. Yeah. So as he played the notes, for instance, Gary Moore would play the solo in Thin Lizzy, he'd hit the last note, they pushed the reverb up so it would bloom. Yeah, yeah. So that's what I was doing. I created like a little mini mixer, which is controlling the other two channels that you return. Yeah, I'm sending. It's like turning a pot on the send on a mixing desk to the effect. And that's my secret. That's a brilliant tip. Thanks very much, Aziz. You're really welcome. Pleased to meet you, and we'll let you enjoy your performance in there. Thank you. And hopefully we'll link our channel to yours in there. Inshallah. Inshallah.